واللي هيقرر ده المجلس، وهيحصل الكلام ده خلال الاجتماع اللي جاي بعد ما تم الاتفاق على معايير الاختيار. كمان من ضمن قرارات المجلس إحالة 3 من رؤساء تحرير بعض إصدارات مؤسسة الأهرام اللي تم إيقافهم عن العمل بشكل غير قانوني لدكتور محمد نور فرحات عضو المجلس علشان يبدي الرأي القانوني في الموضوع ده. وتم إحالة كمان استقالة محمد خراجة رئيس تحرير الأهرام المسائي للجنة شؤون الصحافة والصحفيين في المجلس برضو لإبداء الرأي. احنا معانا على التليفون استاذ جمال عبد الرحيم العائد ان شاء الله لرئاسه تحرير جريده الجمهوريه. مساء الخير يا استاذ جمال. اهلا، مساء الخير يا استاذ لبنى. اهلا وسهلا بحضرتك. انا فاكره بعد الحكم قلت لحضرتك هنا في الحياه اليوم مبروك والحكم ما تنفذش. بالفعل دلوقتي بقى احنا عندنا اتفضل يا فندم. بالعكس، انا بشكر فعلا الاعلام المصري وحضرتك وكل الزملاء الاعلاميين، ساندوني بقوه حتى أن حصلت على حقي، وده انتصار الحمد لله لحرية الصحافة. والتنفيذ الحكم اليوم يؤكد أن قرار مجلس الشورى الذي صدر في 17 أكتوبر من عام 2012 بعزل من منصبي كان قرارا باطلا مخالفا لكافة الأعراف والقوانين. بالإضافة أن مجلس الشورى وزي ما حضرتك فاكرة ضرب عرض الحائط بأربع أحكام قضائية صدرت لصالحي بعودتي إلى عملي كرئيس تحرير جريدة الجمهورية. ولكن ما حدث اليوم في المجلس الأعلى للصحافة الذي تم تشكيله مؤخرا ده نتاج حقيقي لثورة 30 يونيو. بالفعل مصر عادت أو أصبحت دولة مؤسسات تحترم القانون وتحترم أحكام القضاء. يعني وفقا للجديد اللي حصل النهارده حضرتك يا استاذ جمال، يعني المفترض من امتى ترجع بالفعل تمسك رئاسه تحرير الجمهوريه؟ تروح تستلم من امتى؟ وايه الموقف بالنسبه لرئيس التحرير الحالي؟ اللي حصل اليوم بعد قرار المجلس الاعلى للصحافه بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحي، بالفعل الاستاذ جلال عارف رئيس المجلس الاعلى للصحافه ارسل خطاب لرئيس مؤسسه دار التحرير، وبالفعل تم تنفيذ الحكم واسمي موجود على الترويس اعتبارا من غدا ان شاء الله. من بكره يعني ان شاء الله. طيب عايزه اخد رايك يا استاذ جمال برضو، فرصه حضرتك موجود معانا عشان نتكلم على معايير اختيار رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، ولأول مرة يبقى في عندنا المجلس الأعلى للصحافة يتكلم على معايير اختيار. قبل كده ما كناش عارفين الاختيار بيتم على أي أساس. إيه رأي حضرتك في الموضوع ده؟ والله هو المجلس الأعلى للصحافة في أول اجتماع له تبين أن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية انتهت مدتهم يوم 6 يوليو الماضي، وبالتالي فلابد أن يكون هناك قرارا بتعيين رؤساء مجالس إدارات جدد أو الإبقاء عليهم. على فكرة يعني هذا الموضوع يعني ممكن في بعض رؤساء مجالس إدارات يستمروا في مناصبهم، لكن أنا شايف أن قرار المعايير وأن تكون هناك معايير محددة لرؤساء مجالس إدارات أو رؤساء التحرير أنا شايف أنها موضوع مهم جدا. علاوة على ذلك أنا بثق تماما في المجلس الأعلى للصحافة، المجلس الأعلى بيضم كوكبة من كبار الكتاب والصحفيين وأساتذة الجامعات. أنا أثق تماما أن هذا المجلس خلال الفترة الانتقالية القليلة التي سوف يستمر فيها سوف ينجز للصحافة القومية، لأن الصحافة القومية للأسف الشديد تعرضت في الأونة الأخيرة لانهيار تام في عهد جماعة الإخوان المسلمين. مجلس الشورى الذي أصدر العديد من القرارات المخالفة للقانون، منها على سبيل المثال عدم المد للصحفيين فوق بعد سن 60، المجلس الأعلى للصحافة أعاد تصحيح هذا المسار وألغى هذا القرار. فأتمنى من المجلس الأعلى للصحافة التوفيق في الفترة المقبلة لأنه أمامه مهام صعبة، لأن المؤسسات الصحفية القومية بتمر بأزمات خطيرة. خلينا نتكلم على المهام الصعبة اللي قدام المجلس وهيعملوا إيه بخصوصها وإيه الجديد، ومع كمان سؤالي لحضرتك الخاص بمعايير الاختيار هسأل عنه أستاذ أسامة أيوب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة اللي موجود معانا على التليفون. وأنا بشكرك أستاذ جمال عبد الرحيم اللي اسمه نازل بكرة على جريدة الجمهورية على ترويسة الجمهورية طبعا باعتباره رئيس تحرير ليها بعد قرار المجلس الأعلى للصحافة النهاردة. شكرا لحضرتك أستاذ جمال. مساء الخير يا أستاذ أسامة.
مساء النور يا استاذه لو. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذ اسامه، كنا بنتكلم على التغييرات اللي هتتم ومعايير الاختيار والدور اللي هيقوم به المجلس الاعلى للصحافه خلال الفتره اللي جايه. ابتدي مع حضرتك الاول بمعايير الاختيار لان دي تهمنا بشكل كبير. ايه اللي تم الاتفاق عليه؟ هو هذا المجلس يعني سوف يلجا الى معايير للاختيار حتى لا يكون الاختيار على اي هوى، وانما على اساس مهني كويس يعني يتوافق عليه اعضاء المجلس. المعايير تم الاتفاق عليها او التوافق عليها. المجلس قرر النهارده في اجتماعه اليوم ان يبت في اليات اختيار رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفيه خلال اجتماعه القادم، يعني خلال 10 ايام او اسبوعين على الاكثر، في المؤسسات الصحفيه التي سيتقرر التغيير فيها، لانه ليس مقصودا تغيير كل رؤساء مجالس الاداره. طب يعني ايه العدد اللي هيتغير؟ يعني كام صحيفه؟ لا لا يعني لا يستطيع احد ان يحدد الان، لانه لسه في دراسات بتتعمل لتحديد من سيبقى ومن سيتغير. انما من المؤكد انه لن يتغير الكل. يعني يعني يا فندم، هو ده هيتحدد بناء على ايه؟ المده القانونيه بتاعت رئيس مجلس الاداره دي مستحيل. المده القانونيه انتهت بالنسبه لجميع رؤساء مجالس الاداره بالظبط، لكن ممكن حد يتمدله بقى. فممكن يمد. يعني هو قد يمد للبعض ويتم تغيير البعض. المجلس بيعكف خلال الاسبوع الحالي او العشرة ايام القادمه على البت في الاليات التي سيتم اللجوء اليها للاختيار. طب ايه المطروح من اليات يعني؟ والله المطروح من الاليات انه سؤال شيوخ المهنه في الجماعه الصحفيه وفي كل مؤسسه، بمعرفه يعني اراء الجماعه الصحفيه في كل مؤسسه عليهم ان يرشحوا. سيكون في هناك جلسات استماع ربما. يعني اصله يا استاذ اسامه، تفتكر طبعا وقت مجلس الشورى والاختيارات تم يعني كان عليها ملاحظات كتيره، وانتوا هتعملوا سي في وهتسمعوا فيه شيوخ المهنه معروفين باساميهم ومعروف يعني رصيدهم وشغلهم؟ لا بص يا استاذ، اتفضل. المجلس سوف يختار على اساس مهني وليس على اساس اي هويه سياسيه او هويه حزبيه او اي هوى اخر. تمام. هذا مجلس مستقل، أعضاء مستقلون، لا سلطان لأحد عليهم إلا ضمائرهم ومسؤوليتهم المهنية، لأن هذا المجلس تشكل في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورة 30 يونيو. أيوة بس يا أستاذ أسامة، يعني لو في مؤسسة ما معروف أن الهوى أو التيار السياسي اللي موجود فيها أنه ضد مثلا جماعة الإخوان، هل هيعقل هتجيب حد ليه خلفية أو مرجعية إسلام سياسي إخوان أنه هو يترأس هذه المؤسسة؟ والله لا يستطيع احد برضو ان يقرر من الان، لانه بقول لحضرتك هيكون الاختيار على اساس مهني وليس سياسي. ليس سياسي. تمام. ولا على اي هويه، انما الاختيار مهني صرف. ايه رايك يا استاذ اسامه في حركه صحفيون ضد الانقلاب؟ ايه هي الحركه دي؟ والله انا سمعت عنها ولا يعني ادري من وراءها، يعني لانه الشعب المصري كله خرج في ثورة 30 يونيو، وأنه لم يحدث في مصر انقلاب، لأنه الانقلاب لا يسأل فيه الشعب قبل أن يحدث. يعني لو كان انقلاب ما كانش حد يعني طلع في الشارع، كان الناس فوجئت بأن هناك انقلاب. ما حدث في مصر ثورة استجاب لها الجيش، وفي خريطة طريق، ويعني دي كانت مطالب الشعب المصري. الملايين التي خرجت في 30 يونيو، أكثر من 33 مليون خرجوا في الشوارع. طيب هذا ليس انقلاب بأي معيار. هل معنى كده ان ممكن يكون في اي نوع من انواع الاجراءات اللي تتخذ مع الصحفيين دول، اللي البعض شافهم ان هم عايزين يشقوا الجماعه الصحفيه، عايزين يعملوا مشاكل داخل المؤسسات، وجودهم على سلالم النقابه والصور المسيئه اللي تم رفعها وما الى اخره، ممكن اي اجراء يتم ولا اخد ده باعتبار ان ده حريه الراي وهم ده رايهم وبيعبروا عنه؟ حريه الراي مكفوله ما لم تخرج الى حيز التحريض او ممارسه العنف. من اي حق اي انسان ان يعبر عن رايه دون تحريض او تحريض على العنف او ممارسه العنف. طيب. او استباب ايضا، هذا مرفوض يعني. طب ما ده الحاجات دي بتحصل. نعم؟ الحاجات دي بتحصل. يبقى اللجوء للقانون. يعني ما حدش يستطيع ان يتخذ اجراء في غيبه القانون، يعني كله في اطار القانون. احنا الان في دوله القانون وبنعلي دوله القانون.
أستاذ أسامة أيوب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أنا بشكرك يا فندم على وجود حضرتك معنا.